أهلا بكم من جديد في ساعتنا الثانية من الرأي الحر من مصر، حيث تواجه مخاطر عدة تهدد أمنها القومي في العمق. الحرب في شبه جزيرة سيناء، والصراع مع أثيوبيا على الحصص في مياه نهر النيل، وارتدادات الأزمة الليبية، وعدم الاستقرار في تشاد وفي جنوب السودان. وكأن كل ذلك لم يكن يكفي، ففجأة اندلعت الحرب في السودان الذي طالما اعتبرته مصر حليفا لا يمكن الاستغناء عنه. ورغم الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها السودان بالنسبة لمصالح مصر الاستراتيجية، يبدو أن نظام السيسي يواجه صعوبة بالغة في اتخاذ موقف يتمتع بالمصداقية من الفوضى التي تجري في السودان. فوجود نظام ضعيف في الخرطوم أو ظهور نظام سياسي بديل معادي للقاهرة أو تفتيت السودان قد تكون له تداعيات خطيرة على الجارة الشمالية مصر. ويرى مراقبون أن انهيار ثالث أكبر بلد في أفريقيا سيهز الدول الهشة التي تحيط به ومن ضمنها مصر. يبدو أن خيارات مصر محدودة على صعيد الموقف من الصراع في السودان، إذ تمر مصر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، وفقدت العملة المصرية حوالي نصف قيمتها مقابل الدولار خلال العام الماضي، كما يرتفع التضخم بسرعة كبيرة، والفقر الذي ينتشر في البلاد وسط مخاوف حيال إمكانية أن تتعرض مصر للتعثر في سداد فوائد الدين الخارجي الهائل في وقت لاحق من هذا العام. ويترافق ذلك مع إعراض داعمي السيسي عن شراء الأصول المصرية في وقت تقف فيه الإمارات أحد أكبر الداعمين الماليين الرئيسيين للسيسي في الخليج، تقف في صف الدعم السريع بقيادة حميدتي في السودان. هذا كله يدفعنا إلى التساؤل حول مستقبل مصر الذي يبدو أنه ذاهب نحو المجهول. فما هي خيارات مصر اليوم أمام هذه الإشكاليات والكوارث التي تحيط بها سواء داخليا أو خارجيا؟ بداية مشاهدينا، دعوني أرحب بضيفي عبر سكاي من اسطنبول، السيد عبد الحافظ الصاوي، الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية. أرحب بك سيد عبد الحافظ. كيف يمكن تلخيص المخاطر التي تحيط بمصر اليوم؟ أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. في الحقيقة مصر بتمر بأزمة مالية واقتصادية منذ عدة سنوات لأسباب تتعلق بالبنية الداخلية للاقتصاد المصري. هناك عوامل أدت إلى هذه الأزمة. أهم عامل أدى إلى وجود الأزمة المالية والاقتصادية في مصر في الداخل هو سوء الإدارة الاقتصادية والسير في الاتجاهات الخطأ. ففي الوقت الذي كان يتطلب فيه الوضع الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية في الزراعة وفي الصناعة، اتجهت الإدارة الاقتصادية إلى مشروعات يمكن أن تسميتها بالفانتازيا الإعلامية التي لا تتناسب أبدا مع الواقع الذي تمر به مصر. فوجدنا الإنفاق يتجه إلى الطرق، إلى الكباري، إلى الأنفاق، إلى توسعة قناة السويس، إلى العاصمة الإدارية الجديدة. فألف باء اقتصاد أن يتم تأمين الطعام والشراب ومتطلبات الصناعة، ثم تبدأ بعد ذلك خطوات التنمية. أما أن يستمر الوضع في مصر في استمرار العجز التجاري بمعدلات كبيرة، فحينما أتى السيسي إلى السلطة في 13-14 كان العجز في الميزان التجاري يقدر بحوالي 32 أو 35 مليار دولار، أصبح الآن يصل إلى 43 مليار دولار. الدين العام في مصر أصبح أحد المهددات الكبرى للاقتصاد المصري سواء في الداخل أو في الخارج.
فنحن نتحدث عن دين خارجي وصل إلى 162 مليار دولار بنهاية 22، والحكومة لا تتوقف عن الاستدانة في ظل ظروف شديدة الصعوبة بالنسبة للحصول على الديون، فمصر تقترض بأعلى معدل فائدة في العالم. فوجدنا أن ما سمي بالصكوك الإسلامية، وهي ليست كذلك، التي طرحتها الحكومة أنها يعني ستدفع فيها عائدا مقدر ب10.7%، وأنها آخر القروض التي حصلت عليها في سوق السندات الدولية كانت بحدود 7.5%. العامل الثاني الذي أدى إلى الأزمة المالية والاقتصادية في مصر يتعلق بممارسات الفساد وتمكين القوات المسلحة بشكل كبير من مفاصل الاقتصاد المدني وتنحية الاقتصاد القطاع الخاص وتخزين دور القطاع الأعمال العام في النشاط الاقتصادي. طبعا كانت هناك عوامل خارجية أثرت في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في مصر، منها ما حدث في كورونا وفي الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكن هذه عوامل خارجية ممكن كانت تؤثر ولكن ليس إلى هذه الدرجة. فطبعا وجدنا المؤشرات المالية والاقتصادية لمصر تنهار بشكل كبير جدا، في شكل ارتفاع معدلات التضخم، في شكل ارتفاع معدلات الفقر، في تراجع قيمة الدين، في تراجع قيمة العملة المحلية، وأصبحت مصر رهينة لشروط الدائنين، وكما رأينا في ممارسات دول الخليج خلال الفترة الماضية، سواء باشتراطها لشراء مشروعات بعينها أو الدفع بالجنيه المصري، أو مؤخرا توقف قرارات استثماراتها للخلاف على ملفات سياسية تتعلق بالإقليم. نعم، ولكن سيد حافظ، يعني يحلو كثيرا للإعلام، إعلام النظام المصري، أن يقارن نفسه بتركيا، ويقولون بأنه هذه تركيا أيضا لديها ذاك التضخم، ولديها وعملتها تراجعت كثيرا في السنوات الماضية، ولديها أيضا مشاكل اقتصادية، مع أنها دولة باتت دولة صناعية واقتصادها من الاقتصاديات العشرين في العالم. في الحقيقة هذه المقارنة يراد بها التضليل الإعلامي، لأن إحنا حينما نقارن الحالة المصرية بالحالة التركية فنحن نظلم الحالة المصرية بشكل كبير جدا، لأن المقارنة يجب أن تكون بين الأنداد، ولكن في فرق كبير جدا بين أداء الاقتصاد التركي والاقتصاد المصري. فمثلا في الوقت الذي نتحدث فيه عن ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، فهو مصحوب بارتفاع زيادة أسعار النفط في السوق الدولية، وتركيا تستورد 90% من احتياجاتها من التضخم من الطاقة منذ سنوات، لذلك هي مهتمة بشكل كبير جدا باستخراج الغاز سواء في حدودها الداخلية أو على شواطئها الخارجية أو حتى في دولة مثل ليبيا، وهو ملف شديد الخلاف فيه بين التوجه المصري والتوجه التركي. الأمر الثاني، حينما نتحدث عن انخفاض قيمة الليرة التركية، فهذا العامل تستفيد منه الصادرات السلعية التركية بشكل كبير جدا. القفزات التي تحققت في الصادرات السلعية غير مسبوقة، في 2018 كنا نتحدث عن صادرات تركيا 143 مليار دولار، الآن نتحدث عن 252 مليار دولار. العوائد السياحة تزداد بشكل كبير جدا، في آخر الإحصاءات تقول أن عوائد قطاع السياحة في الربع الأول من عام 23 تزيد بنسبة 32% عما كانت عليه في عام 22، بينما الوضع في مصر مختلف تماما. نحن نتحدث عن صادرات سلعية في مصر لا تزيد عن 43 مليار، وهو مبلغ شديد التواضع مقارنة ب 252 مليار في تركيا. نتحدث عن عائدات للسياحة تصل مع نهاية 22 إلى حوالي يعني 43 أو 45 مليار دولار، بينما أحسن التقديرات في مصر أنها عند 10.5 مليار دولار. فالمقارنة ليست في صالح مصر لاعتبارات كثيرة. أيضا في الوقت الذي تتراجع فيه العملة التركية ويزداد التضخم، ليست هناك أي مشكلة بالنسبة لأي مواطن أو أجنبي يريد الحصول على النقد الأجنبي،
فتستطيع أن تحصل على النقد الأجنبي من البنوك، من شركات الصرافة، تتعامل به داخل البلاد، تتعامل بالعملة المحلية. بينما الوضع في مصر شديد التعقيد، وهناك أمور ترتبت على غياب النقد الأجنبي، منها زيادة العجز في الأصول الأجنبية لدى البنوك ولدى البنك المركزي بمعدلات تزيد عن 23 مليار دولار، وأيضا حالة الانكماش التي تعرضت لها المصانع وتوقف بعضها عن الإنتاج بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج. فالمقارنة في الحقيقة ليست في صالح مصر، لأنها كانت تحتاج أن تكون في مصر في حالة أو في وضع أفضل مما هي عليه حتى يمكننا إجراء المقارنة، فالأسباب مختلفة في كلا الحالتين. طيب، هل كل ما تفضلت به عن الحالة الاقتصادية في مصر هو نتيجة خيارات خاطئة أم نتيجة انعدام الرؤية أصلاً؟ يعني هو طبعاً الخيارات الخاطئة كانت نتيجة انعدام الرؤية، لأن مصر بلد غنية جداً بالخبرات الاقتصادية ولديها مؤسسات، ولكن هذه المؤسسات وهذه الخبرات تم تجنبها تماماً، وظل القرار يتعلق بشخص السيسي فقط، وهو قال أنه لو اتبع دراسات الجدوى لما أنجز 25% مما تم إنجازه. هو طبعاً هنا يجافي الحقيقة ويجافي العلم ويجافي الإدارة الصحيحة، فلو أنه أعمل الخبرات المتراكمة للخبراء في مصر في المؤسسات المالية في المؤسسات الاقتصادية في الجامعات لكان الأداء بشكل أفضل، لأن مصر كان لديها فرصة كبيرة جداً بعد عام 2013 عبر التدفقات المالية التي أتت إليها من خلال المساعدات أو القروض ليتم توجيهها إلى بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على أن تغير من واقع الناتج المحلي الإجمالي وتخلق فرص عمل. يعني كل مشاريع التنمية قالت أن التعليم كان سبب نجاحها، كما هو في حالة جنوب شرق آسيا، في ماليزيا، في اليابان، في كوريا، في الصين، في غيرها. بينما نجد الوضع في مصر، يعني السيسي حينما يقول ماذا يفعل التعليم في وطن ضائع، الرجل ليس لديه ثقة ولا إيمان بأن للتعليم دور في تجارب التنمية، فبالتالي انعدام الرؤية كان مقدمة للخيارات الاقتصادية غير السليمة، فضلا عما قلت من ممارسات الفساد الموجودة والتي تعكسها بيانات ومؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، حيث تراجعت درجة مصر بحوالي 10 درجات على المؤشر العام الماضي. طيب، اليوم هناك توقعات ومخاوف دولية من أن تعجز مصر عن سداد فوائد الدين العام، ديونها، ديون الدولة التي تفضلت وقلت بأنها بلغت 162 مليون دولار. لماذا؟ ما هي العوامل التي تؤدي إلى عجز دولة ما عن سداد ليس القروض وإنما فوائد القروض على الأقل؟ لا عفوا، بس أنا أريد تصحيح الرقم الذي ذكرته حضرتك. أنا قلت أن الدين الخارجي 162 مليار دولار، أما الفوائد الخاصة بالدين بمكوني المحلي والخارجي فكما ورد في بيانات مشروع الموازنة أو بيان الموازنة لعام 22-23 الذي سينتهي في 30 يونيو القادم تقدر ب 690 مليار جنيه مصري. فلابد أن نفرق بين الفوائد التي مقدارها 690 مليار جنيه مصري وبين الدين الخارجي المقدر ب 162 مليار. طبعا رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية قال إن مصر لن تتخلف عن سداد التساماتها الخارجية. يمكن مصر بتفرق في معاملاتها فيما يتعلق بالديون وفوائدها بين جهتين، بين الدول الخليجية وبين باقي دول العالم، فهي منتظمة في سداد التزاماتها في سوق السندات الدولية مع الدول الأجنبية. أما فيما يتعلق بدول الخليج فهي أكثر من مرة طلبت منها أن يتم تأجيل السداد أو إعادة الجدولة، وده كان مؤشر على اهتزاز ما يسمى باستدامة الدين الخاص بمصر، لأن استدامة الدين تعني أن الدولة المدينة لا تعجز عن سداد الفوائد أو الأقساط ولا تطلب تأجيل سدادها ولا تطلب إعادة جدولة الدين ولا تتأخر عن سداده. لكن فيما يتعلق بالدول الخليجية فكانت هناك ودائع مستحقة
لها تقدر بحوالي 12 مليار دولار في 2018، ومحافظ البنك المركزي السابق طارق عامر طلب من دول الخليج التأجيل من 2018 إلى 2021 مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الفوائد كانت معدل الفائدة عليها صفر حتى 2018، وتم رفع سعر الفائدة عليها إلى 3.5 في 21، وحتى في عام 21 أيضا تم طلب تأجيل بعض هذه الديون. فنحن أمام مشكلة، ولكن مصر ستهرب من سداد الديون إلى ما يسمى بإعادة تدوير الديون بالحصول على ديون أخرى، وإن كانت بسعر فائدة عالي جدا يتحمله المواطن للأسف الشديد، ويؤثر على أعباء معيشته الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي زيادة في غرق البلاد، أليس كذلك؟ لا طبعا، هو البلد لا تحتاج إلى ما نسميه الإغراق، فهي غارقة بالفعل في أزمة الديون وفي مشكلتها الاقتصادية، وده واضح على أداء الناس من خلال السوشيال ميديا، من خلال حالة المعيشة الموجودة داخل مصر، في حالة الرغبة في الهجرة من الداخل إلى الخارج، وشفنا ده في شكل صفوة المجتمع المصري من خلال الهجرة الكثيرة الرسمية للأطباء والمهندسين والمعلمين والمحاسبين إلى خارج مصر، أو الهجرة غير الشرعية للعمالة غير الماهرة، والتي تحمل إلينا وسائل الإعلام يوما بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع عن غرق أحد المراكب المتجهة إلى أوروبا في إطار ما يسمى بالهجرة غير الشرعية، وعلى متنها الكثير من المصريين. طيب، في ظل هذا الوضع الداخلي المتأزم والأزمة الطاحنة التي تعيشها مصر على وقع الأزمة الاقتصادية والأزمات منذ انقلاب السيسي، الأزمات المتتالية سواء السياسية أو الاجتماعية وإضافة إلى الاقتصادية، هناك أزمات خارجية، أنت تفضلت وقلت أوكرانيا وكورونا، ولكن هناك أزمات على الحدود، يعني مصر باتت فيما يشبه ضمن نطاق يعني ناري من حولها، من السودان، الحرب التي اندلعت مؤخرا، وقبلها ليبيا وتشاد وجنوب السودان، منطقة هشة أيضا في ظل دولة مصر اليوم تعيش وضعا هشا. إلى أي مدى اندلاع هذه الحروب حول مصر سينعكس سلبا على مصر؟ هو طبعا بداية مصر كانت بمثابة ملاذ آمن لهجرة بعض المضارين من دول النزاع في المنطقة، مثل اليمن، مثل العراق، مثل سوريا، مثل ليبيا، ومؤخرا السودان. ولكن المهاجرين من هذه الدول إلى مصر هم من القادرين على دفع تكاليف المعيشة في مصر، فهم يستأجرون مساكن خاصة بهم، يدفعون رسوم تعليمهم ورعايتهم الصحية، ومعظمهم لديه أقارب أو عائلين يقيمون في الخليج أو في أوروبا ويقومون بتحويل الأموال إليهم، فبالتالي هذه الشريحة ليست لديها مشكلة ولا تمثل عبء على مصر. فنحن لا نجد مثلا داخل مصر معسكرات إيواء للنازحين أو المهاجرين، ولكن جميع هؤلاء المهاجرون يعيشون في مساكن آدمية تليق بهم حسب مستوياتهم المالية المختلفة، شريحة قد تكون قليلة جدا لا تكاد تذكر، هي التي قد تأتي في إطار يعني ضعف الإمكانيات المادية، ويلجؤون إلى العمل في إطار بيع وشراء بعض السلع في إطار ما يسمى بالباعة الجائلين. طبعا هذه الأحداث مؤثرة على الاقتصاد المصري، لأن هذه البلدان جميعا كانت بمثابة يعني منافس للصادرات السلعية المصرية، وإن كانت يعني الأحداث الموجودة مثلا في بلد مثل ليبيا لم توقف الصادرات السلعية المصرية إليها خلال فترات النزاع، فلا زالت مصر هي منفذ مهم جدا لحصول الليبيين على احتياجاتهم من الغذاء وكثير من الضروريات. أيضا الوضع ينطبق على السودان، يمكن الوضع في اليمن، في سوريا بعيد عن الحدود المصرية، وبالتالي العامل المؤثر هنا هو فقط
هو تدفق المهاجرين من هذه البلدان على الدولة المصرية، وما يتطلبه ذلك من يعني توفير السلع والخدمات، وإن كنا قد قلنا أن هؤلاء يحصلون على تلك الخدمات من خلال مواردهم ودخولهم الخاص. طيب، ولكن على المستوى السياسي بعيدا عن الوضع الاقتصادي سيد عبد الحافظ، يعني كما هو معلوم بأنه القلاقل في أي بلد، الحروب في أي بلد بالتأكيد تنعكس سلبا وتؤثر ولها مخاطر على الدول المحيطة بها الحدودية، مخاوف من انتقال هذه النزاعات أو الحروب إلى دول الجوار، وهذا ما يحذر منه مراقبون كثر. أضف إلى ذلك بأن السودان تحديدا هو العمق الاستراتيجي لمصر، وبالتالي إذا ما كان الوضع هشا في السودان فسينعكس هناك مخاطر له على مصر، أليس كذلك؟ هو يمكن طبعا ليبيا بتشكل نفس الرافد لمصر كما هو الحال في السودان، فأيضا هناك حدود مشتركة بين مصر وليبيا، ولكن كما شهدنا أن مصر كانت حريصة على ألا تنتقل يعني إشكاليات النزاع في ليبيا إلى الداخل المصري، وظلت العلاقة في إطار استقبال المهاجرين وتقديم ما يمكن تقديمه من سلع وخدمات من قبل مصر تجاه ليبيا. لعل الوضع في السودان إذا ازداد سوءاً قد تكون التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري أو الدولة المصرية خلال الفترة القادمة في استخدام المزيد من المهاجرين من السودان، وفي هذه الحالة قد تكون طبيعة الهجرة مختلفة عما هو عليه في الأفواج الأولى، فالأفواج الأولى كما قلنا قد تسمح لها ظروفها بمقدرات مالية للإقامة في المناطق المتاخمة للحدود السودانية في السودان، لطبيعة أو تقارب طبيعة العادات والتقاليد بين منطقة أسوان والإخوة في السودان، وحتى في حالة انتقالهم للقاهرة فهناك امتدادات تاريخية تسمح باستخدام هؤلاء المهاجرين، ولكن المشكلة ستكون فيما بعد إذا كانت عمليات هذه النسوح ستكون لفئات غير قادرة على دفع نفقتها المالية للمعيشة في مصر. هنا ستكون الحكومة المصرية في مأزق، قد تعمل على يعني تنظيم الدخول إلى حدودها أو تطلب المساعدات لإقامة مخيمات لهؤلاء المهاجرين. طيب، برأيك لماذا يعني عندما ننظر إلى الوضع في السودان نرى هناك دول فاعلة سواء إقليمية أو دولية فيما يجري في السودان، ولكن يعني نشهد وكأنه هناك غياب مصري، يبدو أنه السيسي حسب مراقبين يواجه صعوبة بالغة في اتخاذ موقف واضح مما يجري وحازم مما يجري في السودان، لماذا؟ يعني على ما أعتقد أن السودان بالنسبة لمصر لا يمكن التفريط في مقدراتها، ولابد أن يكون لمصر دور خلال الفترة القادمة، وبخاصة أن مصر من أعرف الدول بالعمق والداخل السوداني، وإن كانت الحالة المعلنة لا تشهد دور لمصر في الأحداث السودانية، لكن كما رأينا في بداية الأحداث من وجود الجنود المصريين المتواجدين داخل الأراضي السودانية من خلال ما عرف بالمناورات المشتركة، ونحسب أن العمق السوداني بالنسبة لمصر يحتل اهتمام كبير جدا لدى مؤسسات الدولة المختلفة، وأن الدور المصري موجود وإن كان غير معلن، ولكن ستظهر أثاره خلال الأيام القادمة إذا ما تم التوصل إلى حالة من الاتفاق أو تسوية سياسية أو حتى في استمرار النزاع الموجود، فالدور المصري لن ولم يغيب عن الحضور في السودان. ولكن سيد عبد الحافظ، أنت تعلم بأنه الإمارات التي هي أكبر داعمي السيسي اليوم هي داعمة لحفتر، والسيسي يبدو كما تقول التقارير أنه داعم للجيش السوداني أو للبرهان، وبالتالي إلى أي مدى وقع السيسي في حيص بيص من هذه المعادلة؟
يعني تضارب المصالح أو تضارب السياسات الموجود بين الإمارات ومصر فيما يتعلق بالملف السوداني، أعتقد أن مصر ستستمر في على موقفها في تصورها لطبيعة الوضع في السودان، ولن تغامر بأطروحات أطراف أخرى، لأن الدولة المصرية تعول على مرتكزات رئيسة في علاقتها بالسودان لها امتدادات تاريخية وامتدادات جغرافية، وأنها تعمل على وجود دولة متماسكة حتى لو إن اختلفت معها في توجهاتها السياسية. فالجيش السوداني يمثل بالنسبة للنظام المصري عمق يساعد على استقرار أوضاع البلاد، ويمكن التعامل معه من خلال باقي المؤسسات السودانية، على عكس الوضع بالنسبة لقوات الدعم السريع التي تفتقد إلى العمق التاريخي وإلى وجود مؤسسات أو خبراء، فهم يعني كل خبراتهم مجرد يعني أصحاب تجارات بسيطة وأصحاب خبرات قليلة في عملية القتال، وهو ما كشفت عنه الأيام الأولى للنزاع المسلح في السودان في منتصف أبريل الماضي. أخيرا سيد عبد الحافظ، في ظل كل ما ذكرناه من وضع اقتصادي هش ومتهالك في مصر، وأيضا الحزام الناري حول مصر من هذه القلاقل والحروب التي حولها، كيف ترى مستقبل مصر؟ إلى أي مدى هذا المستقبل مجهول اليوم؟ يعني المستقبل مرهون بالإرادة السياسية وللانتقال من الحالة الاقتصادية المزرية إلى عملية إصلاح حقيقي بعيدا عن أجندة صندوق النقد الدولي. فالإصلاح في مصر لن يكون ببناء الأبراج العالية ولا الكباري ولا الأنفاق، ولكن سيكون بتبني إنشاء مشروعات البنية الأساسية بما تتطلبه عملية التنمية. وأن عملية التنمية في مصر تحتاج الاهتمام بالتعليم بشكل كبير جدا، تحتاج الاهتمام بالإنتاج بشكل كبير جدا، تحتاج الاهتمام باليد العاملة المدربة والماهرة، تحتاج أن تحافظ مصر على ثروتها البشرية من الهجرة المشروعة وغير المشروعة، تحتاج إلى أن يعود الجيش إلى الثكنات وأن يطلق العنان لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لتبني النشاط الاقتصادي والاجتماعي بشكل كبير، تحتاج مصر إلى مزيد من الديمقراطية والحرية لحالة الاستقرار وعودة اللحمة للنسيج الاجتماعي. أما إذا استمرت الإدارة الاقتصادية والسياسية الحالية على ما هي عليه والاستمرار في السير في الاتجاه الخطأ، فسنكون بالفعل أمام نتائج كارثية ومجهولة خلال الفترة القادمة. أشكرك جزيلا سيد عبد الحافظ الصاوي، الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية، كنت معي من اسطنبول. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وهذه المعلومات التي قدمتها. مشاهدينا، إذا استمر الوضع في مصر على ما هو عليه في التعاطي اقتصاديا في الداخل وسياسيا أيضا في الداخل وفي الخارج مع الأزمات والتحديات التي تحيط بمصر، فإن مصر ذاهبة إلى المجهول كما قال السيد عبد الحافظ الصاوي. وأبدأ مشاهدينا باستقبال اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأبدأ مع حاج عرفة من مصر. تفضل عزيز. أهلا بك، تفضل. أهلا بحضرتك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. أكتفي بهذا القدر من كتاب الله عز وجل، وكنت أود أن أناقش الأستاذ عبد الحفيظ الصاوي. حضرتك أستاذنا العزيز، السيد عبد الحفيظ الصاوي بيدعي بأن مصر مقبلة على إفلاس أو على أزمات أو. هل يعلم السيد عبد الحفيظ الصاوي أن مصر أنشأت أو دعمت الدولة المصرية هذا العام ميزانية الدعم المصري رفعته من 300 مليار إلى 525 مليار دعم للأسر الفقيرة؟ هل يعلم السيد عبد الحفيظ الصاوي أن مصر لديها مشروع اسمه حياة كريمة يتكلف تريليون جنيه؟ هل هذه دولة على شفا إفلاس يا سيد جمال؟ هل هذه دولة تعاني الويلات؟ هل هناك دولة في العالم
لديها 10 مليون لاجئ يعيشون على وطنها وتكفيهم من الأكل والخيرات ويفيض من إنتاجها، وتصدر ما قيمته 6.5 مليون طن خضروات وأغذية. يا سيد جمال، هل هذه دولة مقبلة؟ هل الوكالة التي أخرجت بالأمس القريب التصنيف الائتماني لمصر نظرة مستقبلية سالبة، هل الدولة الوحيدة التي خرجت تقرير لها هي مصر؟ أم أن تركيا نظرة مستقبلية سالبة؟ أم أن إنجلترا التي حضرتك تبث منها الإعلام نظرة مستقبلية سالبة؟ أمريكا التي أكبر اقتصاد في العالم نظرة مستقبلية سالبة؟ ولا أرى ولا أجد عجب إلا مصر هي الذي عليها الهذا. هل هذه البنك الذي أفلس هذا اليوم وهو ثاني أكبر بنك في العالم في أمريكا برأس مال 226 مليار دولار، هل الوكالة الأمريكية أو وكالة موديز أو وكالة ستاندر لم تكن تعلم أن هناك نظرة سلبية إلى هذا البنك لكي ننظر إلى مصر فقط يا سيد جمال؟ طيب. هناك حزام ناري حول مصر كما تدعي وكما نعلم وكما نعلم أن مصر كان هناك مشاريع تكامل بينها وبين إفريقيا من إنشاء قطار كهربي إلى جنوب إفريقيا، أو كان هناك إنشاء طريق نهري من بحيرة فكتوريا إلى إسكندرية، كان هناك محاولة إنشاء طريق بري يربط الدول الإفريقية ببعضها، لكن معروف أن هناك أزمات وهناك تآمرات وهناك وهناك وهناك، لكن الحمد لله المواطن المصري، المواطن السوداني، المواطن العراقي، المواطن اليمني، المواطن الليبي يذهب يشتري اللحمة ويشتري السمك ويشتري الدجاج ويشتري الفول ويشتري العدس، ولا لا توجد أي مشكلة أو أزمة في الاقتصاد المصري. هل هذا ما يهم حاج عرفة؟ حاج عرفة دعني أسألك، يعني أنت قلت بأنه هناك زيادة في ميزانية دعم الأسر الفقيرة وصل إلى 550 مليار جنيه، وهناك مشروع حياة كريمة. السؤال صحيح. لماذا هذا الفقر موجود في مصر حتى تقدم الدولة هذه الأموال أو هذه الكراتين الأكل، وكأنه أسلوب شحادة، يعني تجعل الشعب المصري وكأنه يشحد لقمته من الدولة المصرية. أنت تقارن بين مصر وبين تركيا وأمريكا وبريطانيا، وقال السيد عبد الحافظ الصاوي بأن هذا ظلم المقارنة، لأن هذه الدول دول صناعية ولديها اقتصادات قوية، لديها أدوات الصناعة، أما مصر تفتقد إلى كل ذلك وهي تعيش على القروض. عن أي مقارنة تتحدث يا حاج عرفة؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سيد العزيز. مصر استلمها السيد عبد الفتاح السيسي وبها 24 جامعة، وأنشأ حضرته بها 40 جامعة. مصر استلمها السيسي وهي تصدر ب 17 مليار دولار، الآن تصدر ب 54 مليار دولار، وهناك خطة للوصول إلى هناك خطة للوصول إلى 100 مليار دولار تصدير. مصر السيد عبد الفتاح السيسي استلمها والسياحة في أضعف حالتها، لديه خطة في 25-26 الوصول إلى 30 مليون سائح. مصر استلمها عبد الفتاح السيسي وبها فقر في الكهرباء والبنزين والطرق والمواصلات وما إلى ذلك. مصر الآن تقدمت بفضل الله ثم بفضل إنجازات الحكومة المصرية في الطرق، تقريبا أصبحت في المراكز العشرين الأول، بدل ما كانت 100 في مراكز التعليم أصبحت في المراكز الأولى. الدول لا تبنى في يوم وليلة يا أستاذ جمال، ولكن هناك رؤية وقائد، ولله الحمد تنفذ الدولة المصرية بفضل القائد والرؤية المستقبلية لمصر. ونحن الآن ليس كالأمس ولا أمس الأمس، الدول جميعها بلا استثناء يا سيد جمال تعيش على القروض. أكبر دولة دائنة في العالم بلا استثناء أمريكا، وديونها 31 تريليون دولار، لا تتكلم أي مؤسسة في العالم عنها. السيد البريطاني مدين ب 10 تريليون دولار ولا أحد يتكلم، ونسبة الدين للإجمالي الناتج
بالنسبة لأمريكا تتخطى ال 140-150% من الناتج المحلي. نسبة الدين، هكمل النقطة دي في أقل من ثواني. نسبة الدين المصري بعد أن وصل 104% و105% من الناتج المحلي، لديه خطة طموحة للوصول إلى 80% من إنتاج المحل المصري في خلال سنتين ثلاثة. شكرا لك حاج عرفة من مصر، أعطيتك وقت أكثر من كفاية، ولكن لا أدري يعني أنت يا إما مغيب أو أنك ناطق باسم النظام المصري. المقارنة، أعود وأقول لك، المقارنة غير منطقية، لأنه الولايات المتحدة هي صاحبة الدولار أولا، ثانيا قروضها محلية داخلية وليس ديون خارجية كما على مصر 162 مليار دولار، ولا تستطيع مصر سداد حتى فوائد هذه الديون. السيسي ليس لديه رؤية واضح سوى رؤية القروض ثم القروض والفساد المستشري في الدولة المصرية. وعن أي رؤية تتحدث وليس لدى السيسي سوى بناء الكباري والشوارع وما إلى ذلك؟ وشوارع وكباري رأيناها وتقوم بها القوات المسلحة طبعا، بعد شهر أو شهرين ينهار جسر أو شارع يصير يحدث فيه هبوط وما إلى ذلك. فيعني عن أي مقارنة تتحدث يا حاج عرفة؟ أنتقل إلى حاج رضوان من ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. زياد أحييك وأحيي الجميع. أهلا بك. نعم، أنا طبعا مش بنقارن بين مصر وليبيا، ما أنا بالنسبة لليبيا واضحة يعرفها الجميع، تعاني أطماع دول الجنوب من مشاكل فارق رزقة، ومع ذلك شيء متوفر ورخيص وما ناقص حتى شيء، والأسعار في ليبيا من أقل ما يكون في العالم، مش في العرب. على مصر بالأمس يا أستاذ جمال، حل في إذاعة قناة ليبيا الأحرار، في استضافة لصحفي اسمه مجدي جندي، تحدث عن 9 مليون لاجئ عرب موجودين في مصر يأكلوا ويشربوا بالبلاش من رزق مصر. رد عليه صحفي ليبي قال له تفضل الجوجل، اكتب على الجوجل يا أستاذ زياد ويسمعني الجميع، طلعوا 320 ألف لاجئ فقط من 9 مليون يا أستاذ زياد. نعم. اللاجئين كلهم السودان نعم والسودان. الصحفي المصري هذاك اتكلم على 1.5 مليون ليبي ياكلوا ويشربوا مساعدات، يعني فقراء مساكين مش لاقين اكل، فالحكومه المصريه اللي هي مش لاقيه تاكل شعبها تاكلهم. فقال لما فيش ليبي واحد، 320 الف لاجئ على مستوى العالم ما فيهمش ليبي واحد، عرفنا وكل عددهم 320 الف. هذا بس رد على الاخ اللي يقول لك انهم 9 مليون 10 مليون امس قال 9 مليون واليوم الاخ عرفات يتحدث. شكرا لك حاج رضوان، يبدو هناك مشكلة في العالم. نعم، هناك مشكلة يا حاج رضوان في الشبكة لديك على ما يبدو. شكرا لك على كل حال حاج رضوان من ليبيا، وإذا أردت معاودة الاتصال فلا بأس. أنتقل إلى أبو صقر من ليبيا أيضا، تفضل. أبو صقر من ليبيا، أبو صقر، يبدو أبو صقر هل تسمعني؟ هناك مشكلة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام. تفضل. أردا على الحاج عرفات والحاج مخابرات الذي ينتقل من برنامج لبرنامج في إذاعة الحوار ليدافع عن النظام المصري ويقول بأن هناك 30 مليون متوقع، أقول لك هناك مأساة للليبيين الذين يذهبون إلى مصر، يدفعون ضرائب تصل إلى 2000-3000 دينار ليبي مصري لكي يوصلون، وهنالك من الليبيين من ترك سيارته نتيجة الضرائب التي تدفع لأن تجاوز المدة المسموح بها. سيدي، دولة مصر قائمة على النظام المصري الآن قائم على أخذ الأموال عن طريق الضرائب، عن طريق فرض رسوم، عن طريق كذا كذا كذا. وأقول لك ما تعاني من مصر هو ما يسمى الفساد المالي والجهل، وهناك تعيش على المقابر.
الجزوة الاجتماعية ومستوى المعيشة في مصر يختلف. هناك من يعيش في المقابر وهناك من يعيش في الصخور. إذا لم تتحقق في مصر عدالة اجتماعية، يقول والله هناك كهرباء، هناك ناس في مصر الآن لا تستطيع أن تدفع ثمن الكهرباء، يقول هناك مواصلات، هناك ناس في مصر قادر على دفع المواصلات. المشكلة الآن في مصر سيزداد الفقر فقرا. أما بخصوص والله دفع 500 مليون جنيه مصري، يا سيدي مصر كانت تدعم في الخبز وكانت تدعم في كذا وكذا، الآن رفع الدعم وهناك شريحة زي ما نقول إحنا عايشة من قلة الموت. هذه الشريحة تدفع لها الدولة أموال مخصصة، ولكن هذه الأموال لا توصل إلى الناس، يتم سرقتها والمحافظ وإلى آخره. شكرا لك أبو صقر من ليبيا. أبو ياسين من فرنسا تفضل. السلام عليكم أخي زيد. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. حياك الله. أخي زيد، الدول التي يحكمها العسكر هذا هو المحل. انظر في الدول في المغرب العربي وخاصة في الدول العرب وبالخصوص في السودان، راك تشوف هذا الإنسان غير شرعي. يا أخي زيد، هذا الإنسان قاتل سفاح أكثر من 4000 شخص في الرابعة العدوية. ولكن هنا نقولها على هذا الاقتصاد ونتكلم على هذا الأحزاب المفبركة في مصر وفي الدول العربية، هم اللي وقفوا مع هذا السفاح وداروا على مرسي. ونتكلم حتى على الأئمة، جامعة الأزهر اللي وقفت مع هذا السيسي دكتاتور. اليوم يا أخي زايد، احنا والله العلي العظيم ما يحيرنا هذا الإنسان. نعرفه باللي كل دولة اللي يحكمها رئيس اللي يحكمها دكتاتور على ظهر دبابة، وخاصة حاجة أخرى إسرائيليين عندما تكون معهم العلاقة أي دولة يحطموها. أنا نقول هذا السيسي، قل إسرائيل يوم تدير لك الاقتصاد في بلادك، نصرها في الطلبة. عندي وليدي زار مصر يا أخي زيد، تيقن من هذا الكلام صحيح. الطلبة في الشوارع، الزينة، البيوت الدعارة، يعني الناس اليوم وصلت واحد الموصل اللي راه كما احنا نقولوا الانتحار. وهو اليوم يتكلم، هذا هو يتكلم على الجيوش. شوف شحال، شوف القصر اللي داره هو الروحة، بدا بروحة بنا قصر ماش عارفكم مليون دولار والعالم يعرفه. نعم. أنا نطلب من الشعب المصري، ماذا بكم؟ كونكم على كلمة واحدة، ما يغيثكمش مرسي اللي مات في زنزانة. رئيس شرعي في الدول العربية، شدنا انتخابات حرة. هذا الإنسان والله لا وصلكم للفقر ومصر بها. يا مصر الأم الدول اللي كنا نعتز بها، شوفوا وين وصلت. والسلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام. شكرا جزيلا لك أبو ياسين من فرنسا. عبد الله من فرنسا تفضل. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. للحق يعني أود أن أهنئك على سياستك العامة في إدارة هذه الحلقة ونجاحك ومهنيتك في إدارة هذه الحلقة أولا، وثانيا يجب أن تقول لكل محسن أحسن. وثانيا دعني أقول للحاج مخابرات، هذا الذي يعني يبيض الظلم والطغيان والجبروت، وهذا نقول له سأكون أنا ومن استمع إلى هذه الحصة وكل الحصص حجيجك أمام الله في تلك الدماء التي سفكت هدرا، في تلك الدماء التي سفكت من أجل الحرية ومن أجل العدالة ومن أجل كل قيام الإنسانية والإسلام. فلنعود إلى موضوع الحلقة. شوف زياد، يعني من يرفض نظرية المؤامرة زياد، إما أنه غير متمكن من السياسة ومن قواعدها ومن لعبة السياسة، أو أنه من العامة ومن الدهمة، أو أنه جزء من نظرية المؤامرة ومن مصلحته رفضها. هذه السياسة الممنهجة في كل شقيق ورقيق في تدمير مثل، هي سياسة ممنهجة يستعملها هذا اللقيط المسمى بالكيان الصهيوني، هذا الذي لا بد له أن يكبر الآن وأن يخرج من ذلك الرحم الاصطناعي الذي خلق فيه ووزع فيه. يعني انظر أنت، دول الطوق المحيطة به دمروها، دمروا العراق الأبية، دمروا يعني سوريا، الشام، فلسطين، الأردن، كل لبنان، وما زالت أمامهم إلا حجر العثرة وهي مصر. مصر يعني قولا وفعلا وبدون تبجح مصر أم الدولة، مصر قوة ضاربة، مصر جناح من أجنحة هذه الأمة، ذلك
الشعب الأبي. شوف يا أخ زياد، هي سياسة من أجل عيون إسرائيل الكبرى. يقع الآن تدمير مصر، ما يقع في السودان الآن إخواننا في السودان، حفظ الله إخواننا في السودان، هو مجرد سيناريو لتهيئة الأمر الواقع للدخول بتلك إلى مصر. هل لتدمير مصر من الداخل حتى تكبر يكبر هذا اللقيط المسمى بدولة إسرائيل وحاشا سيدنا يعقوب؟ فهمت ولا لا؟ بل هي دولة بني صهيون، هذه الدولة المتصهينة. هل ما زال هنالك فسحة من الأمر لإنقاذ مصر؟ أقولها بكل تفاؤل نعم. من الذي قادر على إنقاذ مصر؟ الذي قادر على إنقاذ مصر هما شرفاء الموجودين في الجيش المصري. أنا نقول لهم من خلال برنامجك الكريم هذا، نقول لهم راهو ليس لكم مهرب إلا مصر، وليس لكم حل إلا مصر. راهو الأموال التي هربتموها إلى فرنسا وبريطانيا ومش عارف إيش لن تنفعكم. انظروا إلى مصير جنرالات الأسد، وانظروا إلى مصير يعني كل وميليزوفيتش وغيره. ليس لكم الحل إلا مصر. أنقذوا مصر من أيدي هذا عبد الصهيون السيسي، مش عبد الفتاح السيسي. هو جاء في خطة معينة، عندما يستوفي دوره سيقع التخلص منه بطريقة أو بأخرى. وأنتم لا قدر الله قد يدخلونكم في أتون حروب أهلية قاتلة مدمرة ومجاعات، ويعني وأشياء لا يعلمها إلا الله. ما زال لكم الفسحة من أمركم، خذوا الأمور في أيديكم، ويعني خذوا من أجل مصلحتكم ومصلحة عائلاتكم، من أجل مصلحة هذا الشعب المصري، ولا تكلمون في الشعب المصري. وأود أن أقدم كل التحية للإخوة يعني المتدخلين، يعني من الأخنا النوردي من المغرب، والأخ هذا من مصر، والشاعر الأبي من العراق، والحاج رضوان، وكل هؤلاء. وشكرا لك أخي. شكرا لك عبد الله من فرنسا، وأختم مع عبد الجبار من العراق باختصار شديد لو سمحت. عبد الجبار تفضل. نعم تفضل عبد الجبار. مساء الخير أخي العزيز. مساء الخيرات يا أهلا أخي العزيز. ردا على الأخ عرفات بكل احترام، وأثني على ردك عليه، وانسجاما مع هذا الرد القيم أقول: مصر يما يا زكية كنت سحر وجاذبية، الله سبحانه وهب لك نعمة النيل السنية، من جنان الخلد ينبع كالفرات العذب مية، لكن الأحباش حجزوا قصتك في عنجهية، الباشا ما أعلن مواقف تردع الدولة الشقية، سكت ما تكلم بقوة بالع لسان الشفية، لو بذا المجهود صادق تربحين انت القضية، مصر يما العاطفية فين وفين الجاذبية، من قدم كنت البدر يضوي قبل حكم السيسوية، كنت منجم للمعالي وكنت مهدى العبقرية، يم شوق تغنى فيكي بالقوافي الشاعرية، يم صنباطي أورامي وام كلثوم البهية، فيكي بالأدوار غنت والمواويل الشجية، بينما الغربان تنعب في اليومين دول الردية، بينما الغربان تلعب في اليومين الردية، مصر كنت بعيش راغد نعمة من الله وهدية، نحن نتأسف عليكي واقع النوم الهدية، بعد حب الانقلابي صرت قزمة وهامشية، شلة من أوباش سادت والهمج والبلطجية، بالسجون النخب تقبع واللكع في بلهنية، البلهنية يعني البحبوحة من العيش. خيرا نقول: مصر يم العذب رية، عجب نيلك نشف مية، التصحر ضرب قاعج والقحط في كل زوية، انفقد منك معاشك والفقر عم البرية، الشعر شابل شبابك من كثر حمل الأسية، لكن الغيمة إلها ساعة تعدي والزول البلية، يبزغ الفجر بسمائك وانت حرة مية مية، وانت والسودان وحدة ان توفر حسنيه. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا لك عبد الجبار من العراق. اذا مشاهدينا، هناك مخاوف حقيقيه على مصير مصر المجهول، نتيجه لوضعها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وايضا للازمات التي تعيش الدول من حولها مثل السودان وليبيا وغيرها. حمى الله مصر وأعادها إلى الحضن الدولة
حضن الدول المستقرة، الدول التي تمتلك مصيرها وتمتلك مستقبلها أيضا عبر نظام وطني لديه رؤية لمستقبل هذا البلد. مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة مراسلو الرأي الحر. وأبدأ مع رسالة حسام من الأردن الذي يتساءل لماذا المفاضلة بين برهان وحميدتي هذا في السودان؟ يقول هما وجهان لعملة واحدة. هي ليست مفاضلة يا حسام، وإنما نحن لا نفاضل، وإنما أنا على الأقل على المستوى الشخصي أرى بأنه البرهان مع كل مساوئه وإنما يظل يمثل يعني مؤسسة رسمية للدولة تحافظ على الأقل على هيكلية وشكل الدولة السودانية، أفضل من أن تذهب الدولة السودانية إلى دولة ميليشيات وتتفتت إلى أجزاء. مصطفى من سوريا يقول إلى هذه الأنظمة التي تطبع مع بشار، يقصد بشار الأسد، طبعوا معه لكن على الأقل اشترطوا عليه أن يطلق سراح المساجين. يوجد آلاف من النساء والرجال لا يعلم همهم إلا الله، افعلوها إن كنتم رجال. فاروق حسن يقول تقول الحكمة أي خلاف بين زوج وزوجته بدون تدخلات خارجية ينتهي الخلاف سريعا، والعاقل من يفهم ما يحدث في السودان وغيرها من الدول العربية. الهاشمي من السعودية يقول لن تسمح الأمم المتحدة بالصلح ولا بالحسم في السودان، والهدف هو استمرار الصراع حتى يركع السودان ويطبع مع إسرائيل راغما. وأخيرا مع رسالة محمد من مصر الذي يقول شعار السيسي الجديد يد تحاور ويد تعتقل، لكنه يراعي ألا تعرف يده التي تحاور من اعتقله بيده الأخرى. هو يعلم ويديه الاثنتان مشتركتان في القتل والتدمير وفي كل المصائب التي تجري في مصر وفي الكثير من بلادنا العربية للأسف. يا محمد أشكرك وأشكر كل من راسلنا ويراسلنا ويتصل معنا دائما على هذا البرنامج في الرأي الحر. مشاهدينا، انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة، ألقاكم بخير.